على الراس من فوق انت يا انت يا لهوي عشان تفهموا ان على الراس شنو حولك لبس سبا الحمد لله لبس شنو حول اللي بالدار انا لبس عليه لبس عليك تاكل العظم ولا تاكل حوت تاكل حوت هيك هاو ناكل حوت عرفتوا بعض ازاي انت وسق عرفنا بعض ازاي يا سق انا مش فاكره الصراحه اول مره يعني اول لقاء افتكري كده الجيزة كورنيش قدام فيرس مول جولد جيم جولد جيم برافو عليك وانا طلبت منك طلب يعني هو معروف عنه ان هو يا حبيبي والله العظيم الهوت لاين بتاع الوسط الفني يعني عندك اي مشكله تكلم احمد السقا عندي شخصيه جدعه جدا ولما بتبقى صاحبها وصديقها واخوها بيبقى عينها عليك بالذات في الشغل ودلوقتي على مستوى الحياه طبعا لان احنا اصدقاء بيوت لو جيت مثلا افتكر في الجزيره كانت دايما واخده بالها مني انا لما بحب دور ببقى اكستريم قوي في البرفورمانس فكانت هي تيجي تظبط الدوز لا انت مش ما لا دي حقيقه لا دي حقيقه ايه الحاجات المشتركه ما بينكم ان هي اكتف انا اكتف بالاضافه ان هي هايبر وانا هايبر بالاضافه ان هي باد لوزر وريسك تيكر انا باد لوزر وريسك تيكر انا ما احبش اخسر واحب خاطر بس هو هايبر عني بكتير بكتير يا جماعه يا لهوي اتق الله انت قربت تمشي على الحيطه انا مشيت على الحيطه انت مشيت على الحيطه فعلا مشيت على الحيطه وساعات كده لما بيتعصب او بيتنرفز ما اسمعش حد بقى يعني تعالوا بقى مين يهديه لا بس انت خلصتيني من العيب ده اديتيني درس ومامتك لا مامتك لايف كوتشنج قعدت معايا بس انت فعلا هديت تصدق انا هديت طبعا جدا ما شاء الله والله هديت بس بقى لو ما كسر الكاميرات لا بس عادي اعملها برضه بتختلفوا على ايه في الشغل بياخد ريسك هو ريسك تيكر بزياده بالنسبه لي يمكن بالنسبه له لا هو بيحب يتعور حضرتك انا بيعشق ده يعني احب افكرك دراعي واركبه لا 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 شفت ماشي. كتير وقليل احب اقول لكم ان الراجل ده يعني بيولع تماما في ابراهيم الابيض طبعا عارفين كلكم المشهد ده كان استاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه رافض ان انا اعمل المشهد عماد اديب رافض مروان رافض كان رافض الاول رفض بات وبيزعق لي واول ما عملت الشوط طمع بقى قال له ممكن نعيده بس استاذنك انا شايف ان يعني لو خدنا التفصيله النار ما كانتش طايله كم الجاكيت يعني نفسي النار تبان وانا ببص انت خدت بالك انا عملت المشهد الثاني وطفوني برضو أيوة. زي ما يعني تيك 1 طفوني تيك 1 كان اخطر تيك 2 طفوني تيك 3 ما دخلوش يطفوني بقى انا اللي طفيت والله قمت نايم في بركه مياه كده في استوديو مصر ايوه انا فاكره قعدت مرمى مستني حد يخش يطفيني ما حدش بيطفيني خلاص ما هو نسينا بقى تالت مره فخلاص بقى يعني انا في التصوير بيتعاملوا معايا كآله يعني مش والله العظيم انت اللي عملت كده فينا في الجزيره ستة الصبح حبيبتي ما سابتنيش في المستشفى والله ستة الصبح وخلاص اليوم بيخلص قلت لشريف قلت له يا شريف في حاجة هتحصل أنا قلبي مش مرتاح وساند بوليت اللي هم سبارك بوليتس سبارك بوليتس اللي هي بتاعت لما الناس بتضرب كان المشهد اللي هو وآسر ياسين بيتخانقوا فيه والبوليت جت في عينه من كتر بقى مع أحمد هايبر إن جنرال ودايما اي رجلي اي دراعي اي بقى ايه عارفين اللي هو ذا بوي هو كرايد وولف لما قال بجد بقى عيني محدش صدقني اللي هو فيه كان فيه هنطلع بقى من دول يا احمد بقى خلاص محدش صدقني لمده 20 ثانيه كلنا يقول لنا عين ومش عارفه ايه لحد ما ايه لا يا جماعه ده احمد بيتكلم بجد والاستاذ شريف عرف اغمى عليه من كتر يعني لا 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 كان يوم الحمد لله فانا شفت معاك حاجات يعني بس اقسم بالله والله شهاده امام ربنا الست دي والله العظيم اربع شهور مستشفيات مصر كلها اربع شهور ما سابتنيش يوم حبيبي لا يا مستشفيات فعلا مصر اجدع موقف عمله معاك يا احمد السقا كتير يمكن هو مش موقف بس اصدق حاجه من سنتين في الجونه لما خدت الجائزه فانا فاكره ان انا طالعه على الستيج وبصيت فلقيته صدق مشاعر احمد والله ربنا يعلم وهو بيسقف وواقف حسيت بمومنت لا حلو الصدق ده ما انساهاش قعدتها جنبي في المستشفى بجد يعني كانت تيجي تقعد قدام باب الاوضه ما بتروحش شفتوا ميمز عن اوه ده اشهر ميم هو بيسوق عايز اتجوز الضابط وانا قاعدة في الأرض خلوا بالكوا أحمد مش سوشيال ميديا ولا الكلام ده يعني فهو ميمز بالنسبة له يعني إيه يعني ما لوغاريتم بالنسبة له أحمد عشان أبعت له لوكيشن لما زون بلو قعدنا ساعة
طلعتيني جاهل قدام العالم كله في السوشيال ميديا بس ارتحتي كده ارتحتي طيب اصعب مشهد عملتيه في حياتك؟ عايز اقول لك ان من اصعب المشاهد اللي عملتها في حياتي لما عرفت ان انت قتلت ابويا الإلام الإلام ده لانه كان في كلام كتير فاكر في جورنان وانا كاني بقرا من جورنان وبعدين شخصيه كريمه وهي بتقرا ما بتقراش القرايه بتاعت واحده يعني فكان لازم يبقى عندها كده في علم في علم الفوناتكس زي ما بيقولوا علم مخارج الحروف كان لازم يبقى عندها طريقه كده بطيئه شويه تبقى بطيئه وبتستهجى كده بستهجى بالظبط وفي نفس الوقت كنت وهو بيقول لي حيه انت حيه زي يعني كان لازم اقلب حيه ازاي حيه تخلف حريه اي الله قلت لك الحيه خلص. بتجيب حيه وبكره تشوف بتجيب حيه وبكره تشوف خطوه كمان ورحمه ابويا ولا قتلك قالتنا 40 قلم في الشوط يا حبيبي يا حبيبي والشوط اتعاد 4 مرات الاستاذ مروان حامد طبعا يعني جاحد تيك 2 تا 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 تيك 3 تا 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 تيك 4 قلت لها لا بقى انا مش جاي عشان والمفروض ان المشهد هي عندها هيستيريا وانت لا قتلت ويمين شمال يمين شمال مش شايفه مش شايفاه يا حبيبي والله ركبت 4 كراون هنا و3 كراون لا لا في مشهد اللي في القطر في ابراهيم الابيض ده وان شوت ده حاجه اسمها تكنو كرين كان اول مره نستخدمه في مصر فاحنا جايين من بره القطر كاميرا معانا وانا بقول حريه وبعدين بنخش القطر الكاميرا بتبان كده وتخش من شباك القطر والارم هيدروليك بيفرد نروح العربيه الثانيه الكاميرا ماشيه ورانا نرجع لما بجري وراها الكاميرا برده ماشيه معانا 4 دقايق 10 ثواني وان تيك وان شوت وده انجاز في الصناعه انه يحصل يعني صح. عملتوا كام تيك؟ وان تيك بروفتين وان تيك بروفتين وان تيك شفت صورتنا وانت بتاخد الجايزه واحد كاتب ايه الساعه 6 عند باب العزم هستناك هناك كل لقمه هستناك هناك كل لقمه عجبتني قوي مريم يا لهوي وكريم وكريمه ومنصور وكريم ومنصور فالحمد لله لا الله كبرتي بقيت زي الشجرة العجوز انت مبسوط قوي بالجملة دي من يوميها لا والله والله العظيم فاكرة اليوم ده انا كنت عيان قد ايه ولا مش فاكر انا كنت بموت في اليوم ده جالي ضربة شمس قصة الحب اللي بين ابراهيم وحورية كنتوا تتخيلوا انها تتحول لأيقونة بالشكل ده لا ما صراحة انا ما كنتش اتخيل انت كنت تتخيل يعني كنت شايف انها هتبقى ايكونيك مميزة يعني؟ بس يعني كده مش لا. دي بتاعت ربنا بقى سبحانه وتعالى طب انت عارفه ان في جروب على الفيسبوك دلوقتي لغايه دلوقتي وعليه ناس كتير قوي اسمه محبي ابراهيم الابيض شفتيه؟ غالبا شفته عباس ابو الحسن بعد احساسك بيه عباس عباس عضو مؤسس ايوه لا ايكونيك فيلم ايكونيك والحوار ايكونيك بعتمني بكام يا صاحبي يعني كام جمله الناس تفتكرها ما تقولوا لنا كل واحد كده ايه جملته المفضله من ابراهيم الابيض بالظبط واحد يلا كلامتك حلوه عشان كلامتك حلوه عشان بعتني بكام؟ بعتني بكام يا صاحبي؟ يا ثلاثه سيد شيبة مع حكاية أربعة يا حورية إبراهيم حورية خمسة بعتني بكام يا صاحبي؟ دي كورة حلوة يا لهوي أهو ده النجاح يا أحمد الحمد لله على فكرة أنا فخورة إن إحنا عملنا أفلام حلوة قوي مع بعض قعد فين يا ابني ده اهو اتفضل جوه هنا اتفضل خلي العسكري يعمل لي شهاده خلي حد يعمل لي شهاده الناس بعد كل السنين بتحب حلقتك قوي في مسلسل عايز اتجوز والله طبعا تخيلت ان ظهورك كضيف شرف هينجح بالشكل ده بصراحه لا ما كنتش متخيل انا قبل ما اصور انا كنت عامل عمليه في الاحبال الصوتيه ما بتكلمش والمفروض ان اقعد اسبوعين ما اتكلمش دي جدعانه بقى 5 يوم هند كلمتني وانا بتكلم بقى كده وبتاع فطبقه الصوت اللي انا اشتغلت بيها خدمتني للكاركتر هو كان مبسوط كان مبسوط انه بيعمل كوميدي يعني انت كنت انت فاكر انت كنت جاي بتلعب باي بلعب بالظبط كلنا عارفين ان دي شخصيته الحقيقيه بقى يعني هو كان لو ما كانش ممثل كان لازم يطلع ظابط توصفي صداقتك باحمد السقا بايه؟ مون يونت يعني حاجه بتيجي مره في العمر انه يبقى في تاريخ سينمائي وفي نفس الوقت ارشيف انساني ارشيف انساني دي حاجه تيجي مره في العمر تسلمي لي يا ندوش يعني يستاهل نشوف الحب ده حياتي لاف يو خلاص بقى كفايه ايه انتوا طماعين زي الاستاذ مروان هتولعوا فينا 3 مرات